المصريين على مدى أكثر من عامين لم يكن مقصده البشر وممتلكاتهم وموارد رزقهم فقط، بل وضع نصب عينيه تحقيق أهداف مزج به في مجتمعنا عبر تدمير معالم التاريخ والتراث لطمس هويتنا الحضارية. وما الجسر المعلق في دير الزور إلا شاهد على ذلك. لا تكاد تخلو ذاكرة أحد من أبناء دير الزور إلا ويرتبط فيها الجسر المعلق ونهر الفرات العظيم مع أجمل التفاصيل الجميلة والرائعة، فهو معشوقهم الأول والأخير للتنزه وقضاء الأوقات اللطيفة، إضافة لالتقاط الصور التذكارية والتمتع بطرازه المعماري الفريد وجماله الأخاذ وتمازجه مع مياه الفرات، فيشكلان لوحة رائعة تعكس حضارة الشرق. بدأ العمل لبناء الجسر عام 1925 ووضع في الخدمة عام 31 من القرن الماضي. يبلغ طوله 450 مترا وعرضه 3 أمتار، وله 4 ركائز أعطته جمالية خاصة وأسلوبا مميزا في التصميم لا يوجد له مثيل في الدول القريبة والبعيدة. يد الإرهاب والإجرام تطاولت على الجسر المعلق محاولة اغتيال تراث المحافظة ورمز من رموزها الشامخة على نهرها الخالد، عندما قامت مجموعة من المرتزقة الإرهابيين بتفخيخه وتفجيره، فوقع ممر المشاة في الماء، ومعه وقعت قلوب أبناء المدينة حزنا وألما على شاهد من أهم شواهد الأصالة والعراقة لعروس الفرات، وهو ما يكشف عن وجه آخر لتلك المجموعات المسلحة التي تحاول القضاء على تاريخ وجغرافيا المحافظة واغتيال مكونات تراثها الإنساني الذي يمتد لآلاف السنين. وكانت قد سبقت عملية تفجير الجسر المعلق عمليات متعددة للصوص المرتزقة، منها سرقة الآثار من المواقع الأثرية ونهب النفط السوري والاعتداء على المواطنين في فترات سابقة، في دليل آخر على فشلهم في مخططاتهم وعدوانهم، لأن السوريين هم من يرسم الجغرافيا ويكتب التاريخ الذي سيبقى شامخا بمعالمه الشاهدة على حضارته.